يسعد صباحكم مشاهدينا مره جديده. وصلنا لفقره التطوعيه، فقره المبادرات اللي بشكل عام هي قريبه لقلوبنا، لانه من خلالها بنعرف انه في اعمال خير كثيره ممكن انه يقوموا فيها شباب، وهي اصلا تطوعيه ومبادرات شخصيه منهم. اليوم راح يكون معنا مجموعه سمت نفسها بهذه حياتي. هاي المجموعه هي مجموعه تطوعيه بتقوم باعمال خير، وفي تحت مظلتها مبادرات كثيره. من خلال المبادرات هاي مبادرة سوق الخير، اليوم رح نتحدث بشكل مختصر عن هذه المبادرات، لكن بشكل تفصيلي رح نحكي عن مبادرة سوق الخير اللي قاموا فيها هؤلاء الشباب، واللي بتهدف لتوزيع الملابس لإخواننا السوريين. لكن توزيع الملابس لإخواننا السوريين بيكون بطريقة بتحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم. رح نتعرف على التفاصيل أكثر من خلال ضيوفنا اللي شرفونا بالاستوديو، اكيد امنه عوض الله وايضا محمد رحابي. صباح الخير. صباح النور ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. الله يعافيك يا رب. بدايه بدي ابلش من عندك محمد. هلا هذه حياتي زي ما حكينا بالمقدمه، هي مجموعه من الشباب اللي بيقوموا بعده مبادرات. تحكي لنا شوي عن المبادرات اللي بتقوموا فيها تحت مظله مسمى هذه حياتي. نعم، بدايه مجموعه هذه حياتي هي عباره عن مجموعه تطوعيه شبابيه اجتمعنا على عمل الخير وتقديم المساعدة للآخرين. في كثير من المبادرات اللي أطلقت، يعني تقريبا نحن صرنا 3 سنين تقريبا شغالين بهذه حياتي. أطلقنا العديد من الحملات. أول حملة كانت شعب واحد، هي عبارة عن الشعب السوري والشعب الأردني، هو شعب واحد للمساعدة، لمساعدة الأهل السوريين للضيوف الموجودين هون بالأردن. أطلقنا حملة ثانية اسمها صحتك بتهمنا. هاي الحملة كانت تختص بالأطفال، صحة الأطفال، خاصة الأطفال إن كانوا الأطفال الأيتام أو الأطفال السوريين، لأنه كانوا عبارة عن فئة مهمشة، إنه ما حدا يدير باله على صحتهم، خاصة الطفل اللاجئ. فكنا نحن ناخذ هاي معنا صور أبو عدي عم بنزل لنا إياهم على لا هي الشاشة. هي الصورة لإفطارات برمضان. نعم تماما، هي إفطارات برمضان. كنا ناخذ الأطفال على المولات أو على أماكن الألعاب ونقدم لهم وجبات إفطار، نقدم لهم هدايا ونقدم لهم ألعاب. نعم، هلأ من ضمن المبادرات اللي انبثقت بهذه حياتي مبادرة سوق الخير. نحكي شوي عن هاي المبادرة. أكيد اللي زي ما حكينا هي بتهدف لتوزيع الملابس على إخواننا السوريين بطريقة لائقة. آمنة تفضلي. شكرا لك. هلأ مثل ما حكى الدكتور محمد إنه هذه حياتي هي مجموعة تطوعية شبابية ثقافية، هي لم تختص فقط بسوق الخير أو باقي المبادرات، هي ثقافية، حكينا هي واقع حياة، هي جسد وروح تخاطب عقول الشباب من أجل أن تقوم بتوعيتهم بالعمل التطوعي، وهي أيضا من أجل أن تنمي روح العطاء لديهم. صحيح. تماما. هلأ انبثقت من هذه حياتي عدة حملات مثل ما قلنا. عنا كان الحملات عدة، منها أنتم في القلب اختصت بدور المسنين، عنا حملة همك همي، برضو هاي حملة همك همي اختصت بتوظيف الإخوة السوريين القادمين أو القائمين على الأراضي الأردنية. تاني شيء كان عنا حملة دفا، هاي قمنا فيها في بداية الشتاء. هاي الحملة اختصينا فيها بتوزيع الإحرامات على العائلات السورية الموجودة هون والصوبات. بعد هيك، بعد ما قمنا بحملة حياتي في رمضان أحلى، وهي إفطارات للأفطار للأطفال الأيتام والأطفال السوريين في الأردن، قمنا بدمجهم مع بعض في حفلات على مدار 30 يوم في رمضان. تم تقديم وتوزيع العديد من الملابس من الداعمين ومن الأشخاص الأردنيين أهل الخير النشامة. فطبعا إحنا احترنا شو بدنا نعمل في هاي الملابس، وإنه فكرنا كتير إنه إحنا ما بيصير إنه في ضمن الطرود الخير اللي عم نقدمها نحط لهم إياها هاي الملابس في داخل الأكياس ونحط لهم إياها إنه تفضلوا. فحسينا إنه هاي طريقة غير لائقة وغير لبقة بكرامة الإنسان، هي طريقة جارحة. صحيح. فتضافرت جهود مجموعة هذه حياتي، وقمنا بالتوصل إلى نتيجة إنه إحنا لازم نقوم بفتح خيمة. هاي الخيمة قمنا بفتحها على مدار أيام العيد.
بعد هيك قمنا بفرز الملابس وترتيبها، كان في جزء منها ملابس جديدة. طبعا تم الدعم من المصانع الأردنية وتم أيضا وصول دعم من الخارج. هلأ قمنا بفرز هاي الأواعي، وطبعا إحنا عنا أرشيف بأسماء العائلات السورية الموجودة هون، قمنا بالاتصال فيهم وخبرناهم إنه توجد خيمة هيك لتوزيع الملابس. فبعد ما انتهينا من فترة العيد اللي هي مدار الأربع أيام، كانت عيد الفطر، يعني كان عندنا استمر مجيء الدعم لإلنا، وفكرنا إنه إحنا لازم نقوم بفتح سوق الخير 2 وهو سوق دائم. نعم، هذا بدي أسأل دكتور محمد بالنسبة للتواصل مع المجتمع، يعني كيف بتم التواصل منكم للمجتمع؟ يعني هل سواء الأشخاص اللي ممكن يزودوكم بالملابس أو الأشخاص اللي أنتوا أوريدي رح تعطوهم هذه الملابس؟ نعم، هلا نحن معظم الحملات اللي قمنا فيها بمجموعة هذه حياتي هي كانت مع الأصدقاء، أو أحيانا نحن كنا ننزل أخبار على الفيسبوك إنه نحن اليوم مثلا بدنا نطلع حفلة للأطفال، مثل ما كنا من شوي عم نشوف الصور، هي صور حفلات إفطار برمضان، كان هاي الحملة اسمها حياتي في رمضان أحلى. نعم، هاي الحملة ما كانت مدعومة من أي شخص أو من أي جهة معينة، كانت هي عبارة عن دعم أصدقاء وأقرباء وأهل الخير الموجودين هون بالأردن، يلي نحن مجرد ما حطينا الحملة قبل رمضان إنه نحن في عنا حملة حياتي في رمضان أحلى، هي عبارة عن 30 يوم رح نتم، نحن 30 يوم عم نرسم البسمة على وجوه الأطفال، رح نكون معهم بخلال هاي الأيام. فكانت المبادرة مباشرة من الأهل الموجودين هون الأردنيين أو السوريين أو العرب أو يلي أي حدا من برا سمع بهاي المبادرة صار يتصل فينا ويقول أنا رح شارك معكم بهاي الحملة. التواصل هو بيكون مباشرة عن طريق إما على الإيميلات أو عن طريق التواصل المباشر الشفوي، أو ينقلوا لبعضهم أنه والله الشباب هذه حياتي مساوين حملة. هلأ حملة سوق الخير 2 اللي مثل ما حكيت آمنة، كان في عنا سوق الخير 1 هي عبارة عن خيمة حطينا فيها الملابس. طبعا توزيع الملابس بيكون على ستاندات، كأنه أنت داخل على محل ملابس فعليا، أو داخل على السوق، داخل على مول بدك تسوق وتشتري فيها ثياب. جميل. طبعا في قسم للأطفال، في قسم للسيدات، في قسم للرجال، وفي أشياء أخرى يلي هي مواد تنظيف أو إحرامات. بيدخل الأخ السوري أو حتى الأخ الأردني، بيدخل بيتسوق شو ما بده بياخد، كيف ما بده بياخد. طبعا في عنا قانون معين أنه لكل شخص من أفراد العائلة بيطلع له قطعتين، يعني جاكيت، بنطلون، قميص، والشغلات النثرية اللي هن الداخليات أو الشغلات الخفيفة هاي ما في عليهم عدد، مجانا طبعا. آخر شيء بيطلع هو بنحط له إياهم بكيس ومنرتب له إياهم وبنعطيهم كيس بس بدون ما نحاسبه. فهو هون مثل يعني هون حافظنا نحن على كرامة الأخ اللي عم بيجي لعنا، أكيد اللي هو جاي بالفعل بحاجة إنه هو ياخذ الثياب بس بدون فلوس. ويمكن ممكنكم انتم بتزبط في اشخاص بيقولوا ليش مثلا قطعتين بس لكل عائله؟ لا مو لكل عائله، لكل شخص. لكل شخص يعني هلا بالعائله حتى عشان يعني تحددوا يعني الاشياء، يعني زي ما بيقولوا ياخذ غيره مش بس هلا يعني الحد الوسط توزيع عادل نوعا ما. عفوا، الحد الوسط لكل عائله يمكن 5 افراد، والاب والام 6-7 صاروا. صحيح، لكل واحد قطعتين، يعني معناته هو بيطلع من عندنا ب 14 قطعه. صحيح، هاي الاساسيات القطع الكبيره، بس النثريات اللي هي الداخليات او الله يعزك الجرابات والشغلات الثانيه ما في عليها عدد. الشغلات، المواد التنظيف، السائل الجلي، المواد التنظيف الاخرى، او كمان الاحذيه، في احذيه جديده وفي مستعمله كمان بدون عدد ما عملنا عليهم. فعليا نحن بسوق الخير 1 اللي اطلقناه هو تم معنا بس 6 ايام، هاي الست ايام وزعنا فيهم اكثر من 3000 قطعه ثياب، وكان في عندنا 1200 عائله. يعني تصور انه خلال 6 ايام 1200 عائله، مع عدد كبير اجى واستفادوا من هذا طبعا الموضوع. يعني طب بدي اسال ايش فرق بين سوق الخير 1 وسوق الخير 2؟ شو سوق الخير 2 يعني في اشياء زياده عن سوق الخير 1؟ هو فعليا في كثير اشياء زياده عن سوق الخير 1، مثل ما حكى الدكتور محمد، لربما سوق الخير 1 كان عبارة عن أواعي ملابس لمختلف الفئات العمرية، وكان يوجد بعض المواد التموينية. هلأ سوق الخير 2 صار مشروع أوسع، مشروع خلينا نقول شامل متكامل، صار عندنا ملابس طبعا شاملة متكاملة، صار عندنا توزيع مواد عينية غذائية، مواد تنظيف، إضافة إلى أنه صرنا كمان نراعي احتياجات العائلة إذا عندها أطفال بيبي وكذا، احتياجات المرأة بشكل خاص. كمان صرنا نوزع إحرامات، إضافة صار من ضمن الملابس هلأ يرفق معها إحرامات، مشروع دفا أرفقناه داخل، صار دمج بين سوق الخير 2 ومشروع دفا.
إضافة إلى أنه زي ما قلت لك هلأ نحن بداخلين بشتاء وبرد، فصرنا هلأ نتواصل مع التجار دعم صباط، وأي نقص داخل البيت ممكن انه احنا في عنا شباب مختصين بعمل زيارات دورية كشفية للبيوت، بنشوف شو في نقص عندهم وبنزودهم بهاي الاحتياجات. بدي اضيف شغلة بالنسبة لسوء الخير اثنين، هو عبارة عن سوء الخير واحد هو كان لمدة 5 ايام او مؤقت. 6 ايام. سوء الخير اثنين اطلقناه ويعني وحطينا يعني مسؤولية على حالنا وهم انه نحن هذا رح يكون باذن الله مستمر بدعم المتواصلين معنا وبدعم اهل الخير. سوء الخير اثنين هو عبارة عن سوق دائم ومستمر، حددنا أول شيء كان يوميا، بعدين حددنا 4 أيام بالأسبوع أنه يكون مستمر. زائد أنه أي شيء رح يجينا دعم من التجار أو من أهل الخير إن كانوا بالداخل الأردن أو من خارج الأردن رح ينحط بهذا السوق. زائد أنه نحن ببداية الفصل الدراسي أجانا كتب كتير، كتب مدرسية صرنا نوزع الطلاب صحيح. الطلاب الغير قادرين على شراء هاي الكتب أو حتى الطلاب السوريين اللي سجلوا هون بالمدارس الأردنية كمان تم توزيع الكتب عليهم كله بالمجان. سوء الخير اثنين هو عبارة عن السوق يعني يلبي احتياجات العائلة بشكل كامل، يعني من الحذاء حتى آخر قطعة من الثياب، خاصة هلأ بالشتاء. من تقريبا أسبوعين وزعنا أكثر من 5000 حرام على مناطق مختلفة بأنحاء المملكة، إن كان من المفرق لأربد للزرقاء لعمان. عم نتواصل هلأ مع جمعيات خيرية أو عم نتواصل مع جهات معينة، في عندهم بيبعثوا لنا ناس من خلينا نقول من الأشد يعني أو الحظ من أصحاب الحظ القليل، يعني بيبعثوا لنا إياهم يستفيدوا من هذا السوق. صحيح. سوق الخير اثنين هو يعني بشكل بصورة هيك أوسع أنه عم يلبي حاجة الأخ السوري الموجود هون ومع الحفاظ على كرامته. طبيعي أكيد. أنا بدي أسأل آمنة في هاي النقطة، هلا يمكن في ملابس كثيرة ممكن إنها تجيكم مستعملة، خلينا نقول بعيدا عن الملابس الجديدة اللي ممكن إنكم تزودوهم فيها، هل هاي الملابس من طريقة طبعا تنظيفها، طريقة كيها، كيف ممكن إنكم أنتم تقوموا بهذا؟ هل في محلات ممكن إنكم إنها تساعدكم في هذا المكان؟ والمجهود أكيد اللي أنتم بتقوموا فيه كشباب يعني لإيصال هاي الملابس واخذها من جديد. تمام. هلا نحن اول ما بتوصلنا الشاحنات المتبرعه في لهي الملابس المستعمله، طبعا نحن الشباب والصبايا الفريق بنقعد بنفرز هاي الملابس، من يعني نقدر بناخذ القطعه اللي غير مستهلكه كثير بناخذها بنغسلها. هلا اذا كان اعداد قليله لربما احنا في بيوتنا نغسلها وبنكويها، او لربما بنتعاون مع بعض المحلات اللي بتقوم بعمل دراي كلين لها وبنشتري علاقات ومنعلقها بصوره جميله يعني لبقه، يعني فعلا هذا اجمل ما في الموضوع انها تعرض وتعطى بطريقه لائقه فعلا بالاشخاص. يعني يحترم في انسانيتهم وكرامتهم اكيد يعني. نعم. هي من هون طلعت الفكره انه نحن ما رح نحطهم باكياس ونروح نعطيهم ندق الباب ونحط له الكيس ونروح انه ما يشوفنا ولا نشوفه. صحيح. انه حتى ما لا نحن لا خلينا نشوفه ويشوفنا ونسلم عليه ونأهل ونسهل فيه اهلا وسهلا وشرفت. طبيعي. والثياب ينقيها على ذوقه وعلى راحته وعلى مقاسه، لانه كثير من الاحيان يعني من المتطوعين او المتبرعين بيروح بيعبي كيس ثياب وبيحطه قدام الباب او بيعطيهم للعائله، 90% ما راح يستفيد منه لانه القطعه ما راح تطلع على قياس ابنه. صحيح. او ما راح تطلع على قياس زوجته او على قياسه او حتى الاحذيه، فراح يرجعهم او ما راح يستفيد منهم او راح يرميهم. فنحن هون عم نخليه يدخل هو يختار على ذوقه زائد على القياس المناسب. صحيح. طب بدي اسال انا يعني بشكل عام، اذا هلا في اشخاص كثير يمكن من المشاهدين عم بيحضرونا سواء من الاخوه السوريين او من الاخوه اللي حابين انهم يساعدوا في اعطاء الملابس، يعني كيف بيقدروا انه يتوجهوا، وين الاماكن ممكن يتوجهوا لها حتى يقدروا انه يلاقوا هذه الملابس؟ والاشخاص اللي حابين يساعدوا بشكل عام، طبعا عم نحكي احنا في الاردن من جميع الجنسيات واحنا العرب دائما يعني ايد واحده ودائما بنحب المساعده، اذا بدهم يساعدوكم في اعطائكم ملابس سواء جديده او ملابس ممكن تكون مستعمله، كيف يعني التواصل معاكم؟ نحن في عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها هذه حياتي، طبعا في يمكن عديد من الصفحات بهذا الاسم، بس نحن الشعار تبعنا شارك ساعد ابتسم. شارك ساعد ابتسم. انه نعم. الكل لازم يشارك بعمل الخير، والكل لازم يساعد بعمل الخير، والكل لازم يكون مبتسم. ودك تقدم مساعده لاي اخ يعني او اي احد لازم يكون مبتسمه. اكيد. هذا هو الشعار، فاللي بده يتابعنا هلا على الصفحه او يشوفنا على الفيسبوك هذه حياتي شارك ساعد ابتسم. في عندنا صفحه اخرى اسمها سوق الخير، سوق الخير عارضين فيها معظم الصور اللي هي الثياب. نحن ما جبنا اليوم صور لسوق الخير حتى ما نعرض كمان اي شخص انه اجى استفاد،
يعني بجوز كم صورة في عندنا، كم صورة هي بس الملابس والسوق. أكيد تمام. في يتواصل معنا على هذا الموقع أو نحن بشارع المدينة المنورة عند البنك الأردني الكويتي بنفس العمارة، شارع المدينة المنورة. بيقدروا يتوجهوا لهناك وبيقدروا تماما او يتواصلوا معنا. نعم، عن طريق ان كان على اسم امنه مثلا امنه عوض الله او محمد ارحابي على الفيسبوك بيتواصلوا معنا. ويعني انا بهالموقع هون بدي احكي شغله كثير مهمه، انه نحن كشباب سوريين واشتغلنا بهذا الموضوع هون كتطوع مع الاخوه الشباب الاردنيين. هذه حياتي هي عباره عن مزيج من الشباب السوريين والاردنيين اللي بيشتغل بعمل الخير والتطوعي هون، يعني هو عباره عن تعبير عن مدى انتمائنا وحبنا لهذا البلد المعطاء. الشباب السوريين اللي عم يعبروا عن انتمائهم للأردن بعمل التطوع، لأنه عمل التطوع ما له مكان، عمل الخير ما له لا مكان ولا له زمان. صحيح. يعني أينما كنت تطوع، أينما كنت أرسم الابتسامة على وجوه الآخرين، أينما كنت ساعد وشارك وابتسم، أهم شيء ابتسم. صحيح. بدنا نشكركم. أنا فهمت من آمنة قبل الهواء إنه هي لها أكثر من سنتين بتقوم بالأعمال التطوعية، يعني وحضرتك أكيد دكتوراه في التنمية الاجتماعية وفي الأعمال التطوعية، فأنا يعني بتشرف بلقائكم، بشكركم، بشكر باقي المجموعة أكيد اللي ما شرفتنا اللي بتساعدكم يمكن من خلف الكواليس. أتمنى لكم كل التوفيق والمزيد من المبادرات والأفكار الجميلة اللي فعلا فيها قمة في الإنسانية ومساعدة الآخرين. شكرا لك آمنة عوض الله، وحضرتك دكتور محمد رحابي، موفقين ويعطيكم ألف عافية. شكرا. الله يعافيك. شكرا كثير. يعطيكم ألف عافية. شكرا.